أستاذة لطيفة، ماذا يعني لك الفوز بجائزة الإعلام الجديد؟ يعني الفوز بهذه الجائزة تحمل مسؤولية الكلمة وتحمل مسؤولية الهدف الذي من أجله دخلت وسائل التواصل الاجتماعي. المسؤولية أصبحت أعظم والحمل أصبح أثقل، والهدف أيضا أصبح أمامي واضح ويجب تحقيقه. أستاذة لطيفة، كنت تتوقعين أنك ستكسبين يعني بجائزة من جوائز الإعلام الجديد؟ لا أقصيك أخي الفاضل، عندما قمت عن الجائزة وتركيز الجائزة بنسبة 80% على المحتوى والأثر و20% على التصويت، أصبح لدي هاجس أن هذا الحساب الذي أديره سيكون ضمن الحسابات المرشحة. تمام. أستاذة لطيفة، سؤالي، هل تعتقدين بأن نصف المليون معلم ومعلمة هم يعني من وقفوا معك في حصولك على هذه الجائزة، خاصة بعد تصريحك يعني أنه كلمة حقوق المعلمين هي كلمة السر خلف هذه الجائزة؟ مثل ما ذكرت سابقا أن 80% يعتمد على المحتوى. نعم. وتأثير المحتوى على الفئة المستهدفة، 20% يعتمد على التصويت. أنا لا أخفي وقوف المعلمين وتصويتهم ومتأييدهم لي له أثر كبير في حصولي على الجائزة. أستاذة لطيفة، هل ما تقدمينه من محتوى في الحساب، هل تعدين لإعداد خاص أو يكون يعني بمحض يعني ما سيحصل في هذا اليوم وما سأقدمه سأقدمه مباشرة بدون أن يكون له تخطيط معين؟ طبعا الحساب خاص بتثقيف وتوعية المعلمين بالحقوق والواجبات، وهذا تأخذ من اللوائح والأنظمة، يعني ليس المجال فيها الاجتهادات شخصية أو آراء شخصية. صحيح. لذلك فالتزامي بنص النظام وتوضيحي لما بين سطور النظام مهم جدا في تواصلي أو ردي على المستفسر أو تثقيفي للمعلمين والمعلمات. تمام. أستاذة لطيفة، أنا أقصد بأن هل هذه اللوائح يعني أنت تعلقين عليها عندما تصدر من الوزارة، أو أنت يعني تقومين بحصر هذه اللوائح وكل يوم مثلا تستعرضين لائحة معينة؟ لدي حساب في التليجرام هو تقريبا كالإرشيد للوائح والأنظمة. تمام. أما الحساب في تويتر فأوضح وأشرح وأرد على الاستفسارات من خلاله. طيب أستاذة لطيفة، يعني خلينا نتحدث بس في نقطة أخيرة عن الأرقام اللي موجودة في المتابعات وكذلك تلقيك للاستفسارات من خلال منصاتك في الإعلام الجديد، كم تقدر؟ ما فهمت السؤال. يعني الأعداد الآن عندك منصة التليجرام ولديك المشتركين في منصة التليجرام للإجابة وكذلك للإجابة على استفسارات المعلمين وكذلك المعلمات، أقصد أنا كم، هل هو الرقم كبير جدا تستطيعين من خلاله تغطية جميع الاستفسارات وكذلك توعية المعلمين والمعلمات بحقوقهم وما شابه؟ كما ذكرت يعني هناك قناة التليجرام ثابتة. نعم. والتعاميم واللوائح موجودة خلالها بالتوضيح. الرد على الاستفسارات عن طريق حسابي في تويتر. الوقت لا يكفي والجهد أيضا لا يكفي للرد على الجميع، لكن دائما أحرص على ألا أتجاهل أحد وأن أرد على جميع من لديه حاجة، عدا استقبال استفساراتهم عن طريق وسائل التواصل الأخرى كالواتس والمكالمات الهاتفية. تمام. يعني تأخذ من الوقت الكثير ونسأل الله الأجر والثواب. تمام. أستاذ لطيفة، أخيرا ماذا بعد جائزة الإعلام الجديد؟ جائزة الإعلام الجديد جاءت في وقتها لتنقيح وسائل التواصل الاجتماعي وفلترتها بحيث تميز الغث من السمين. الجائزة أصبحت الآن حدث لكل من دخل وسائل التواصل الاجتماعي. صحيح. لتقديم أفضل ما لديه. تمام. نحتاج إلى نشر ثقافة الجائزة، نحتاج إلى توضيح وتقديم معايير الجائزة واستمرار الجائزة لتحقق الهدف الذي نسعى جميعا من أجله، وهو توجيه وسائل التواصل الاجتماعي. صح. وجهة إيجابية تخدم الوطن والمواطن. أستاذة لطيفة الدليهان، وأنت الفائزة بجائزة الإعلام الجديد وكذلك الحقوقية الخاصة بالمعلمين والمعلمات.